والمهدي رجل قيادة وليس رجل إصلاح، فلن يكون لهذا الرجل الذي بشرنا بظهوره في أحداث آخر الزمان لن يكون له أي دور إصلاحي. فمنذ اللحظة الأولى من ظهوره يظهر للقيادة ويقود من؟ يقود أحرارا وشرفاء من الغرباء قد أعدوا لأن يكونوا من جنده وأنصاره. ولهذا هناك من يمهد للمهدي قبل ظهوره، والرجل أي المهدي حينما يقود هؤلاء الصفوة وهؤلاء القلة من أبناء الأمة يؤيده المولى سبحانه وتعالى بالمؤيدات الغيبية وبخوارق العادات، ويعوض له النقص في جبهته، وهو الذي سيتحرك لمواجهة قوى الظلم والطغيان والكفر والشرك والعتو والإلحاد على مستوى العالم. يعوض الله النقص في العدد والعتاد بجنود من عنده هو أعلم بها سبحانه، وبصور من صور النصر والتأييد على رأسها وأبرزها أنه عندما يتحرك أي المهدي يقذف المولى سبحانه وتعالى بين يديه الرعب فلا يلقاه أحد إلا غلب، ولا يقاتله أحد إلا هزم. فهذا الرجل لا بد من ظهوره من خلال تواتر النصوص التي أكدت هذا الظهور، وسنمر عليها فيما سنمر من حديث إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يهمنا أيضا بأن المهدي كرجل واحد أي كفرد لا يستطيع أن يفعل شيئا إن لم يكن هناك من يعضده ويؤيده ويناصره، أي أن ظهور المهدي مرتبط بتشكيل هذه الكوادر المؤمنة وأولئك النخب من غرباء الأمة الذين يحملون العقيدة الصحيحة السليمة والذين ينضبطون بضابط الكتاب والسنة، يستعدون يكونون متهيئين لنصرته. فحينما يوجد المحل الذين هم هؤلاء يعجل الله سبحانه وتعالى بظهور هذا الرجل. ونحن نعلم بأن من سنن الله سبحانه وتعالى أنه ربط نصر أبناء هذه الأمة على مسألة الجماعة، ولم تكن القضية مسألة أفراد يملك من القوى وخارقات العادة ما يغير به معالم الفساد والإفساد من حولهم، وإلا لاختل نظام التكليف ولاختل أساس الوجود الذي أقامه الله سبحانه وتعالى على الاختبار وعلى المدافعة، وإلا لما تميز صادق من كاذب ولا محق من مبطل ولا خبيث من طيب. فنصر المولى سبحانه وتعالى لهذه الأمة قائم على مسألة الجماعة، فمتى ما قامت الجماعة المؤمنة على مواصفات الله التي يريدها سبحانه وتعالى منضبطة وسائل وغايات بما أمر الله وشرع، حينها يعجل الله عز وجل بنصر هؤلاء سواء بالمهدي أو بغيره، ولكن النصر الذي يأتي مع الجماعة التي تناصر المهدي هو نصر ختامي ونصر كوني ونصر عالمي. وعلى هذا تفرح الأمة حينما تسمع أنباء هذا الرجل وتستبشر به كثيرا.